كوتش مبروك يعني قدرتوا رجعتوا لسكه الانتصارات بعد خسارتكم امام الحكمه ومش بس هيك تقدمتوا للمركز الثاني سكور افريج كمان لصالحكم على حساب فريق الشانفيل. نحن كان هدفنا اول جيم انه نرجع يعني نرجع نستعيد ثقتنا بنفسنا وهيدي الجيم كانت محطه كثير كبير لانها منه جيم عادي جيم كبير من فرق الصداره قدرنا نربح ونرجع للمركز الثاني هذا كان هدفنا عم نعاني هالموسم من عدم استقرار بالمستوى طبعا. عم بيأثر علينا فهوفلي نحن جيم افتر جيم نرجع لمستوانا ولثقتنا بحالنا ونلعب بهيدي الطريقه ديفنسيفلي اوفنسيفلي مع انه ديفنسيفلي كان فينا نلعب احسن بس تعرف الفريلانس باسكتبول اللي عم يلعبوها شانفيل اليوم ما عندهم بوزيشنز فيكس ما كلاسيك باسكتبول صعب تضلك عم تلعب 40 دقيقه بنفس المستوى سو اليوم الحمد لله عملنا جريت اكسكيوشن للبلان تبعنا وقدرنا نربح ونحقق النتيجه المطلوبه منهم. كلمه عن جمهور الرياضي يلي اليوم كان لاعب سادس بكل معنى الكلمه حدكم. ليك نحن ربحنا اليوم لانه هذا الجمهور كان مطلع الملعب ومستوانا المتذبذب ما حقول حق عليهم بس بارت كثير كبير منه عم بيصيب اللعيبه بخيبه امل لما يفوتوا يلعبوا ويلاقوا ملعبهم فاضي صحيح. بالجيم الصغير قبل الجيم خاصة كبير. بطل لبنان وبطل اسيا يعني 100% يعني نحن ما فينا نقول انه هلا اشبعنا ربح وانتصارات صعبه هذا فريق النادي الرياضي دائما مطالب بالفوز دائما مطالب بتحقيق النتائج الايجابيه وبلاهم ما فينا نحققها فبدعي جمهور الرياضي دائما يتواجد بكثافه لانه الفريق بلاهم ما بيقدر يلعب بدهم يفهموها هذه الشغله التشجيع ما بيجي من وراء الفيسبوك صحيح. وبوستات وتنكتب اللي بينزل على الملعب هو اللي بحق له ينتقد صاير جمهور فيسبوك بلبنان على كل لبنان بس بينتقدوا بينظروا علينا من البيت ينزلوا على الملعب وخلينا نشوفهم بالملعب اهلا وسهلا فيهم كلام كثير مهم